صحيت يا الخواف، دائما مجرشر عندما ألتقي معكم مهما كانت الأنباء والظروف التي نلاحظها، الأنباء التي نلاحظها من حين إلى آخر، وخاصة ما يجري في الجزائر، بلد جميل جدا وجد جميل. والنميمة اللي راهي واقعة في غردايا هذه، ما يعني بدون شك تمشي، راهي ماشية مع الثورات يعني، والله العظيم غير يعني تفاجئت يعني كيفاش يعني حتى من مزاب اللي نعرفوهم يعني هذه ما فيهاش نسخة، دوبي لا نوي دي طون ناس عقال، ناس حضاريين، الناس يمشيوا مع الحضارة، التقاليد تاعهم حاكمين فيهم يعني شيء رهيب، وحتى حاجة ما زعزعتهم، حتى جاء ليهم هاد الوهابية. هو ما يقول لك العرب ولي زيباديت، فيها العرب لا يباديت، ما كان والو، سي هاد السلفية الوهابية هي اللي راهي تعمل في هذه الأشياء هذه في فائدة الصهيون. ونقولها يعني بدون خوف وخجل، ولا باللي الوهابيين هما أولاد الصهيون، أولاد الزنا تاع الصهيون. هذا الكويت، السعودية، الإمارات، ربهم قاع ربهم. لا بزاف يقول لك ويعني انت تشهر كذا باسكو فيه الناس مليح، كاع ربهم واحد في الملاح، كاش مليح، كون جو مليح كون خرجوا كون قال لك نو كون مي راهم مع هاد الأشياء هادو. واحد اللي كان ما عندوش كلكو ديسني، كان الماكلة تاعو حليب الناقة والتمر والدقلة، دي جور و لوندوما يولي شاف السلاح ويدعم في الإرهاب ايزون سوتي دي زيتاب انورم دي نورم زيتاب يعني انديسبونسابل. ما عندهمش لا باز تاع الصبور اللي يديروا، ما عندهمش لا باز تاع الدنيا الحياه كيفاش، هما عم بالهم يسني بالارجون يعني لارجون في تو بو سيرتان. وي انا لاحظوا فيها، انا لاحظوا لاحظنا في واش صرا في ليبيا، لاحظنا واش صرا واش راه يصرا في سوريا، واش صرا في تونس، واش راه صاري في مصر. ايه هذا الشيء رانا نلاحظوه يعني، سي سنيتي با لارجون الدراهم، الناس ما تروحش يعني تضحي بحياتها يعني، يعني مستحيل. والدراهم هذا على بالنا باللي شحال خطرة نقول لكم سي لا بلو موفيز انفونسيون دو لوم. اي والصهيون هادو فسي لا كونتينيتي دو لا فورماسيون دي اللي راهم يهدوا في العالم، في العالم بيسره. على بالنا باللي في نيويورك كاين صهيون، هما اللي راهم يمشيو العالم يعني، يمشيو العالم كما يشاؤون يعني، ونحيو حابين ينحيونا كاع التقاليد تاعنا، ينحيونا كلش واش عندنا يعني لي فالور ديالنا، باش نوليو كيما هما. وانا وصلت لكم فيديو سنه 2010 قلت لكم اون لو ريسومبل تو سان جور، وين عطيت لكم ليكزومبل باغ اكزومبل قلت لكم تحكم قشابيه ولا تحكم جو سي با اون روب تاع الفرقاني، ولا من المستحيل يخدموها ولا باسكو ما يعرفوهاش، ما يقدروش يخدموها احسن منا. هما يوصلوك على اللبسة، على لي كاسكيت، على لي جين، على علاش باسكو هما اللي خلقوها باش تشري، تولي تشري. توتي كيستيون دارجون يعني، ما كاش حاجة أخرى يعني.
tout est question d'argent, la drame. يعني الحاجة إحنا اللي مئات السنين والدينا يوسيو فيها ويحسنوا فيها راحين إحنا نمحيو هذا الباصي ديالنا كامل ونوليو كما هما يعني ولكن هذا من غير ممكن يعني حسب ما رانا نشوف يعني كما نعرف الجزائريين في الجزائر هذا غير ممكن ويعني يتمنى يعني الشيوخ تاع منيم زاب يحكموا لاسان يعني يدخلوا في لاسان ويفرضوا رواحهم يعني ما سمي با بوسيبل تروح تقتل ولا تروح وزيادة على هذا نقول لك باللي الدولة وسلال وبوتفليقة كيفاش فهموني الحكم شكون هو حاكم يا اخي بوتفليقه وسلال هما حاكمين وهما يحبوا يديروا البوستيشات في غدايا تقعدوش بينا نو بروني با بوس كوني با ايه اريتي افيك سي كونري اريتي بركاو وهذا نداء لكل الوالدين تما في الجزائر بيصير مشي في غدايا Vous avez démissionné, certes, mais il faut reprendre les choses en main. A d'où l'aide, les diamètres, le cancer, le salafi, le wahhabi, les rahi, le hattam, yani, fifa, et tout. Choufou, je vous dis que bi adillat, yani, vous êtes aussi dans les vidéos, nous disons que vous êtes aussi. تشابور هذاك الخمار بانه صهيوني يعني تاع ماشي من صهيوني سي تاع الجويف يعني هما اللي خلقوا باسكو تروح لعند هذوك في اسرائيل اللي حاليا كاين بزاف النساء اللي لابسين التشابور تاعهم هذاك هذا يعني شيء يهودي يعني ماشي تاع الاسلام ما خرجت كاع من الاسلام هذيك تاع تكتب باليمنى وتدخل لا سيناغوغ برجلك اليمنى كيف عاودوا ريبرونيو كاع واش تاع اليهود جابوه الوهابية جابوه منا يحبوا يرجعونا درك اليهود شنو ريان كونتر لا ريليجيون جويف انا بيرسونيلمون جو نابسولومون ريان كونتر اوكين ريليجيون مي كون لا ريليجيون ديباس النطاق تاعها وتدخل في الشؤون الداخليه تاع بني ادم انا تما اعترض اعتراض عنيف اي صغر دولي شكاكون هادي بعد ما شفنا وشفنا في ليبيا في تونس في مصر في سوريا مازال يعني كاين المشاكل هذه في الجزائر بعد ما شفتو هادو اللي راهم يواسيو في هذه المشاكل هادو ماهوش حابين الخير ابدا للجزائر ولا بد نسيبو لهم الحل وحل يكون راديكال يعني انا كنت جيت من الحكومه الجزائريه وكاين كاع الوسائل باش نعرف شكون اللي راه يواسي في هذه الاشياء هذه ما لا رحمة لا شفقة وندير ان بروسي تيليفيزي يعني نو حتى ولا كاين ربي الرب حتى ولا الدين صحيح من المستحيل يقول لك تعمل هذه الاشياء هذا ماشي دين هذا الجهل في 2014 الناس راهي ما نقدروش نقولوا حرب بزاف علينا حربين بزاف في التربية في الدراسة في السوسيال في كل شيء نحكم على الوسخ مثلا هنايا في فرنسا تصيب واحد كيخرج لابوبال ديالو يخرجها ديجا انفلوبي
انفلوبي يعني من المستحيل يعني يرميها هكذا للزبل بوسيبل. وعندك دي كومبارتيمون يعني وين الزجاج ترمي الزجاج وين ترمي البلاستيك وين ترمي لي زوردير ميناجير. هذه في الجزائر يعني مانيش نقول الغلطه من الشعب مانيش نقول سي سي انا قلت لكم الحكومه هي اللي تربي هي اللي تربي يعني كي اب اسره والحكومه من 62 راح يعني همشت تماما هذا ليديوكاسيون تاع ولاد الجزائر تهميش. Elle a favorisé les constructions de mosquées. Roh, ebni, 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 ebni. Mais ce que je ne comprends pas, non, c'est faux ce qu'il est en train de dire. Fédine Islam, tu te laves 5 fois pour faire tes 5 prières. Logiquement, logiquement. C'est eux. تكون كي الوردة يعني بروبر حنا نشوفو الانفيرس. دونك الاسلام الاسلام هذايا اللي علمه لكم سي ان اسلام سي با ان اسلام سي با اون ريليجيون سي با بوسيبل. هذا اللي يجي يسبك ويطيحنا ويخلينا واش مطربين عنده علاش باسكو راك تقول له يا ولدي الاسلام تاعك هذا راه الدين الدين تاعك ما نقولش اسلام تمحاش الاسلام تاع والدينا اللي خلاه لنا والدينا هذا الشيء العظيم هذا اللي خلاه لنا والدينا لان الاسلام ضروري الدين تاعنا هذا تاع والدينا ايلون فاصوني وخلاوه خلاوه يعالج مشاكل اجتماعية لولا هذا الإسلام هذا كورونا في اتجاه آخر. ولهذا والدينا عاشوا ممكن في وقت الصح في وقت الصح ناضوا بالمسلم ومشغل المسلم وعملوا ثورة اللي حد الآن لي جون نوزالوج يعني تروح وين تروح الثورة الجزائرية واحد ما يقدر يقول لك حاجة ولا لأن بالأدلة 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 وفرنسا يعني هذه تبقى لها هنا يعني ما حملوهاش لحد الآن يعني أكثر من 50 سنة من بعد الاستقلال ما راهمش حاملينها. كاين اللي ما عاشوش يعني هاد الثورة هذه وهكذاك علاش لاخاطش والديهم عطاو لهم هذاك الكره هذاك معليش حنا نعرفوا روحنا حنايا نعرفوا روحنا واحد ما يكذب علينا. شو وقع نشوف الانفيرميير هذيك اللي كتبت كتاب على تيفن تولين وفي لا 5 جوزو بريز دوتاج وصارا نتيجة تاعو تقدروا تروحوا في لا 5 وتشوفوا حطوا ان ايرلندي ان انجلي واش قالوا تفهموا واش تفهموا قال لك حنا اللي هربنا روحنا ماشي لارمي شوفوا لو كيلو يعني تو سا بور مينيميزي لو رول دو لارمي ناسيونال في هاد لافير هادي. الوغ كو سمعتوه كاميرا سمعتوه يا سمعتوه هذاك الشاف ديزارمي امريكا سمعتوه ياك وسمعتوه هذاك بوليتيسيان واش سموه فرونسي اخي قال لك لارمي اجوي ان رول اكستريمون امبورطون اي برافو الانانيميتي. شوفوا دركا تي كيفاش راهم يحوسوا يتقل لارمي الجيريان اصوفي دي في 800 personnes ont même échappé. Elle a sauvé énormément de vies, non seulement des vies d'Oulad, mais des vies d'étrangers. Et là, il y a des
راهم يهضروا في هذه الهضره هذه. هاد لي زيتونجي ما رجعوش للجزائر، ما رجعوش، وعلى بها راهم يهضروا في هذه الهضره هذه. شو سي لا بروباغوند، سي اون بروباغوند يعني انتي الجيريان. انا يعني نطرحوا عليهم سؤال، هل الجيش الفرنسي اللي بومبارد لو بيبل ليبيان هذاك تدخل مليح؟ هل لي بومباردمون لي سيريان هذاك تدخل مليح؟ هل ما صار في اليمن شي جميل؟ هل ما جرى في مالي شي جميل؟ هل ما يجري الآن في الكونغو شيء جميل؟ وهذا كله بفضل الجيش الفرنسي، الجيش الإنجليزي، الأمريكي، الصهيوني. ولهذا نقول لكم يا جزائريين، لحد الآن ما زلنا فهمتش يعني هذه التصرفات، خاصة اللي راهي في غردايا، اللي فتنة اللي راهي واقعة، واللي جابوها هاد الوهابيين، ما جابوها حتى واحد آخر، جابوها هاد الوهابيين. وراني نقول يعني مازالني نتساءل، وراني طرحت السؤال، كيفاش يعني حنايا نعملوا اتفاقيات مع قطر، مع السعوديه، مع الامارات، مع الكويت، وهما اللي راهم يدعموا في الارهاب في الجزائر؟ هذه يعني اللي ما قدرش نفهمها، ولو ان يقول لك كرياسيون دوبلوا من هنا ومن هنا، صح اخي عندنا 200 مليار دو دولار، وشو ندير انا مارشي تاع 2 مليار دو دولار؟ نجيب القطري يجي مارشي تاع 2 مليار ولا 3 مليار ولا اخي عندنا 200 مليار دو دولار نجيبهم؟ جو كري اون سوسيتي الجيريان ميم ميكس تي سيدي ميكس، فان ماشي نص ليطا ونص ان بريفي، عرب عرب ولا أنا جزائري، وعلاش ندخل أجنبيين؟ إي سي 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 جو سو نيل أون إيكونوميا أون تو، جو ميتريز ريان يا خو، جو لو ريكوني، مي ما قدرتش نفهم أنا، ولا عندي أنا 200 مليار دو دولار راهم محطوطين، نستعملهم علاش نروح نجيب ندير دي مارشي تاع 3 مليار دو دولار مع دي زيتونجي؟ هذه ما فهمتهاش يعني. ويدخلوا 200 مليار دولار اون كا سكور، يعني 200 مليار دولار غير فهم اللي يقولها يا سي محمد، نجيب النص 100 مليار دولار ونخلي النص. هذه ما نخدمش انا الاجنبيين، ندير شركه 100% جزائريه. اي هادي ماذا بكم تفهمونا؟ كاش راح تفهمونا؟ ما تجبدولناش هادوك في لا كونجونكتور اكتويل لي مارشي لا بورس، وانا ما نفهمش انا هادو، ما نفهمش انا، نعرف الجزائر عندها دراهم، تجبدولنا رب الدراهم انا، هذاك ما تعرف، ما كاش لوني ولا لا راب ولا قرروا هكذا ولا داروا هكذا، ما نفهمش انا هكذا. نشوف الانتيري تاع الجزائر، الانتيري تاع الجزائر وشنو هو؟ ولا نشوف الانتيري تاع قطر، خاصنا تشوف نجيبهم لهنايا من قطر. قطر واش عندهم؟ قطر يوقع فيها زلزال لتما، تزلزل الارض في هذا في الموين اوريون، يسون مور ديجا. يا اون انونداسيون في دوحه تحت الشتاء انكرويابل، ما عندوش ميم با ليفاكياسيون دي زو، لي زو دو بلوي ما عندهمش، باسكو ما كاين، ما طاحش تحت خطره اللي طاحت تاع الصح، سيتي مور دو ميل عام اللي فات، فاضوا المياه. هادي بلاد هادي اللي ندير معاها اتفاقية انا، لي مو دو الاسلام، لي مو les mots, M-O-U-X, des Arabes viennent de ces pays-là, de ces quatre pays.
اون تات السعوديه ومن بعد قطر. هادو هما اليهود الكبار. كاين اليهود الصغار اللي راهم في اسرائيل، وهادو هما اليهود الكبار. دونك هذا التوجه للشباب الجزائري، هذا الشيء راكم تعملوا فيه، ولا تقولوا راكم مسلمين، راكم رحتوا من الجهه الاخرى تاع الاسلام كاع. باسكو دو لا لوجيك واش علمونا والدينا الاسلام سي تو ريليجيون دو بي تاع لهنا، تاع الاخوه، تاع الصداقه، تاع التعاون، جارك جارك والجار وصى عليه النبي كاع. انتوما راكم تتقاتلوا حطوا شي ولا شغل نو. وهذه اللي هذا طلب للشيوخ في غردايا، كاع الشيوخ وكاع الاباء يجتمعوا وياخذوا موقف. اكوا سا سير تو سا؟ رغم كل هذا وهذا كله، للابد تحيا الجزائر للابد، والخلود شهداء الله.